بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخمسون: العنزة والدب. خرجت ذات يوم عنزة لتحضر لأولادها الصغار شيئا يسد جوعهم. خرجت فعل ماض والتاء للتانيث، ذات ظرف زمان مضاف، يوم مضاف إليه. عنزة فاعل لحرف جر، تحضر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلق بخرجت، لأولاد متعلق بتحضر، وأولاد مضاف ها مضاف إليه. الصغار نعت شيئا مفعول به، يسد فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل نصب نعت لشيئا. جوع مفعول به مضاف هم مضاف إليه. ولخوفها عليهم من الدب أوصته ألا يفتح الباب إلا عند عودتها. الواو حرف عطف لخوف متعلق بأوسط، وخوف مضاف ها مضاف إليه. عليهم متعلق بخوف، من الدب متعلق بخوف. أوسط فعل وفاعل هم مفعول به، أن حرف نصب لا حرف نفي. يفتح فعل مضارع منصوب بأن، وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به. الباب مفعول به إلا حرف استثناء ملغا، عند ظرف زمان مضاف عودة مضاف إليه، وعودة مضاف ها مضاف إليه. فبعد خروجها بقليل أتى الدب ودق الباب. الفاء حرف عطف بعد ظرف زمان مضاف خروج مضاف إليه، وخروج مضاف ها مضاف إليه. بقليل متعلقا بأتى، أتى فعل، الدب فاعل، وحرف عطف دق فعل وفاعل. الباب مفعول به. فقالوا: من أنت؟ قال: أنا عمكم الخروف، أتيت لزيارتكم. الفاء حرف عطف قالوا فعل، والواو فاعل، من اسم استفهام في محل رفع مبتدأ، أنت ضمير منفصل في محل رفع خبر المبتدأ. قال فعل وفاعل، أنا ضمير منفصل مبتدأ، عم خبر المبتدأ مضاف، كم مضاف إليه. الخروف بدل. أتيت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر ثان. لزيارة متعلقا بأتيت، وزيارة مضاف، كم مضاف إليه. فقالوا: لا، نحن لا نفتح إلا لأمنا. الفاء حرف عطف قالوا فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجامعة، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والألف ألف الفارقة بين الاسم والفعل، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. لا حرف جواب. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع مبتدأ، لا نافية، نفتح فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ. إلا حرف استثناء ملغا لأمي متعلقا بنفتح، وأم مضاف نا مضاف إليه. فذهب الدب ثم رجع ودق الباب. فسألوه: من أنت؟ قال الدب: أنا أمكم. الفاء حرف عطف ذهب فعل، الدب فاعل، ثم حرف عطف رجع فعل وفاعل، وحرف عطف دق فعل وفاعل. الباب مفعول به. الفاء حرف عطف سأل فعل، والواو فاعل، هو مفعول به، من مبتدأ، أنت خبر. والجملة الإسمية من المبتدأ وخبره في محل نصب مفعول به ثان. قال فعل، الدب فاعل، أنا مبتدأ، أمكم خبر، مضافكم مضاف إليه. فاقتربوا جميعا من الباب ونظروا من ثقوبه فأبصروا أرجله السوداء، فقالوا: لا نفتح، لأن أرجلك سوداء وأرجل أمنا بيضاء.
الفاء حرف عطف اقترب فعل والواو فاعل جميعا حال من الواب من الباب متعلقا بالفعل اقترب وحرف عطف نظر فعل والواو فاعل من ثقوب متعلقا بنظر وثقوب مضاف هي مضاف إليه الفاء حرف عطف أبصر فعل والواو فاعل الرجل مفعول به مضاف هو مضاف إليه السوداء نعت الفاء حرف عطف قال فعل والواو فاعل لا نافية نفتح فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب مقول القول لي حرف جر أن حرف مشبه بالفعل أرجل اسم أن مضاف كمضاف إليه سوداء خبر أن والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر والجار والمجر متعلق بالفعل نفتح الواو واو الحال أرجل مبتدأ مضاف أمي مضاف إليه وأمي مضاف ناء مضاف إليه بيضاء خبر المبتدأ فلما سمع الدب ذلك ذهب حالا وصبغ أرجله بلون أبيض الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بذهب سمع فعل الدب فاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه ذلك ما فعل به ذهب فعل وفاعل حالا ظرف زمان وحرف عطف صبغ فعل وفاعل الرجل مفعول به مضاف هو مضاف إليه بلون متعلق بصبغ أبيض نعت للون ثم عاد إلى الباب ودقه وقال أنا أمكم فلما أبصر بياض أرجله تحققوا أن أمهم بالباب وفتحوا ثم حرف عطف عاد فعل وفاعل إلى الباب متعلقا بعاد وحرف عطف دق فعل وفاعل هو مفعول به وحرف عطف قال فعل وفاعل أنا مبتدأ أمكم خبر مضاف كم مضاف إليه فحرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بتحقق أبصر فعل والواو فاعل والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه بياض مفعول به مضاف أرجلي مضاف إليه وأرجلي مضاف هي مضاف إليه تحققوا فعل والواو فاعل أن حرف مشبه بالفعل أم اسم أن وهو مضاف هم مضاف إليه بالباب متعلقا بمحذوف خبر أن والمثل المؤول من أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به الواو حرف عطف فتحوا فعل والواو فاعل فدخل الدب مسرعا وافترسهم إلا واحدا كان اختفى الفاء حرف عطف دخل فعل الدب فاعل مسرعا حال من الدب الواو حرف عطف افترس فعل وفاعل هم مفعول به إلا حرف استثناء واحدا مستثنى كان فعل ماض ناقص في محل نصب نعت لواحدا واسمها ضمير مستتر تقديره هو في محل رفع اختفى فعل وفاعل والجملة الفعلية في محل نصب خبر كان فلما عادت أمهم لم تجد إلا الجدي الباقي من أولادها الفاء حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بتجد عدد فعل أم فاعل مضاف هم مضاف إليه لم حرف جزم ونفي وقلب تجد فعل مضارع مجزوم بلم وفاعله ضمير مستتر تقديره هي إلا حرف استثناء ملغ الجدي مفعول به الباقي نعت التقدير الجدي الذي بقي من أولاد متعلقا بالباقية وأولاد مضاف ها مضاف إليه ولما سألته عن السبب أخبرها بما جرى الواو حرف عطف لما ظرف زمان مضاف وهو متعلق بأخبر سألت فعل وفاعل هو مفعول به والجملة الفعلية في محل جر مضاف إليه عن السبب متعلقا بسألت أخبر فعل وفاعل ها مفعول به بما متعلقا بأخبر ما اسم مفصول في محل جر بحرف الجر جرى فعل وفاعل والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب فاشتد كربها وبكت وحزنت حزنا شديدا الفاء حرف عطف اشتد فعل كرب فاعل مضاف ها مضاف إليه الواو حرف عطف بكت فعل وفاعل وحرف عطف حزنت فعل ماض
والتاء للتانيث، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، حزنا مفعول مطلق، شديدا نعت. وقالت: يا ولدي، إن هذا كله نتيجة تساهلكم وعدم تأملكم في الأمور. الواو حرف عطف، قالت فعل وفاعل. يا حرف نداء، ولدي منادى مضاف، وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. إن حرف مشبه بالفعل، هذا اسم إن كله توكيد معنوي مضاف هو مضاف إليه. نتيجة خبر إن مضاف، تساهل مضاف إليه، وتساهل مضاف كم مضاف إليه. وحرف عطف، عدم تأملكم معطوف على نتيجة تساهلكم، تقدم إعرابها في الأمور متعلقا بتأملكم، لأن أجوبتكم هي التي أرشدت عضوكم إلى كل ما عمله من الحيل وفتحت له باب الخداع، فسهل عليه افتراس إخوتك. لي حرف جر، أن حرف مشبه بالفعل، أجوبة اسم أن مضاف كم مضاف إليه، هي ضمير فصل لا محل له من الإعراب، التي اسم مفصول في محل رفع خبر أن، والمصدر المؤول من أن واسمها وخبرها في محل جر بحرف الجر، والجار والمجر متعلق بتأملي. أرشد فعل ماض، وفاعله ضمير مستتر تقديره هي، والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب، عضو مفعول به مضاف كم مضاف إليه، إلى كل متعلق بأرشدت، وكل مضاف ما اسم مفصول في محل جر مضاف إليه، عمل فعل وفعل هو مفعول به من الحيل متعلقا بعمل، والجملة الفعلية صلة المفصول لا محل لها من الإعراب. الواو حرف عطف، فتحت فعل وفعل له متعلقا بفتحت، باب مفعول به مضاف الخداع مضاف إليه. الفاء حرف عطف، سهل فعل عليه متعلقا بسهولة، افتراس فاعل مضاف إخوتي مضاف إليه، وإخوتي مضاف، والكاف كاف الخطاب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والله أعلم بالصواب.